صباح الخير. صباح الخير استاذ. شلونك سمير؟ بخير استاذ. ايه شو بتخبرنا؟ ما في الا سلامتك استاذ. في هذا المخطوط بعته الاديب الشاعر الدكتور عبد الكريم اسعفوني. ايه صحيح، انا قلت له يبعته حتى اطلع عليه واكتب له المقدمه. ويا ترى بعت كتاب موافقه من وزاره الاعلام بالسماح بالتداول؟ لا استاذ، ما بعت غير كتاب موافقه من اتحاد كتاب العرب. ما بكفي، بدنا موافقة وزارة الإعلام، دائرة الرقابة والنشر، وإلا ما بنحسن نشر له إياه على الإطلاق، لأنه بصراحة وجعني راسي لما نشرت كتاب مذكرات حمار بدون موافقة الإعلام. ما بدي أدخل بين القبور وما بدي أشوف منامات وحشة، هيك بتفهموا الأستاذ أسعفوني. غيره في شيء حدا اتصل فيني؟ نعم أستاذ، اتصل فيك الصحفي هشام داريا. أيوة، وقال لك شو بيريد؟ قال بده موعد مشان زيارة خاصة وعطاني رقم تليفونه مشان رد له خبر. ماشي الحال، هلا بس اطلع بتتصل فيه حتى يحاكيني. غيره؟ سلامتك استاذ معاوية، هذا كل شيء. اصبح الله يرضى عليك، هلا بتعمل لي فاكس لدار الغروب للنشر بلندن وبتعتذر عن تعاوننا معهم، وقول لهم لا يشحنونا ولا كتاب لانه ما مشي الحال بالرقابة، وبتعمل فاكس ثاني بهالمعنى لتونس ولدار خولة للنشر بلبنان. حاضر على عيني استاذ. غيره؟ سلامتك، ما في شيء. الو؟ ايوه؟ ايه موجود هون. ايه تفضل، تليفون للأستاذ. الو، اهلين، مين؟ اهلين استاذ هشام. ايه والله، ايه والله، قال لي سكرتير. تكرم على عيني وراسي يا سيدي. انت ما بتحب، ما بتفرق ما بتفرق، بتفضل تجيني على المكتب، بتفضل بمحل تاني، انا جاهز. بدك محل هادي؟ ما في مانع. طيب شو رأيك نلتقي بكرة الساعة 12 الظهر؟ أوكي، إذا لقائنا بمقهى الفلاورز. إيه غدا. أهلين وسهلين مرحبتين. الله معك، مع السلامة. مرحبا استاذ هشام. ميت اهلا وسهلا. اهلين استاذ معاوية، تفضل. اسف جدا على التاخير. بس شو بدي اسوي، مو بايدي، وخفت كمان يكون سكرتيري ما خبرك بتبديل الموعد. لا بالحقيقه خبرني، وانا مقدر ظروفكم، عندكم مشاكل كثير. قبل كل شيء شو بتحب تاخذ؟ اي شيء فريش، ما بتفرق. ماشي. ايمن. واحد بردان. تكرم عيني. اهلا وسهلا استاذ معاوية. يا اهلا وسهلا فيك. بالحقيقه انا بعتقد انه احنا سبق والتقينا بعرس الأبعيدي إذا بتذكر، وقتها كنا. هلا بدك تعرفني على حالك يا أستاذ هشام؟ يا سيدي أنا رح أقلك بمنتهى الصراحة وبعيدا عن المجاملة، إنه ما في صحفي نال إعجابي وتمتع باحترامي مثلك يا أستاذ هشام. يا سيدي الله يخليك ويديمك. وبالحقيقة المديح هذا من رجل مثقف مثلك وصاحب دار نشر محترمة بخليني ازداد ثقة وجود بالإنتاج. مثل ما عم أقلك، انت انسان عم تتحسس اوجاع الوطن وعم تحاول تكون لسان حاله وعم تنقل شكوى بشكل مقنع وملفت ضمن سخرية لاذعة مرة من شأنها ايقاظ حس المهمل من ذوي المسؤولية والعلاقة. والله يا استاذ انا عم حاول يكون لكتاباتي فائدة ما في داعي تشرح استاذ، كله واصل وكله مفهوم. وصدقني انا لولا زاويتك ماشي الحال بجريدة نيسان ما بشتري الجريدة كلها على بعضها، مو ازدراء بمحتوياتها، لا، أنا ما بستهين بجهود إنسان على الإطلاق، إنما لأني مشترك بصحف أخرى وعم بقرأ نفس الأخبار دون زيادة أو نقصان. أستاذ هذا الكلام بشجعني وبيدعمني بالموضوع اللي حبيت قبلك من شانه. تفضل. شكرا. قبل ما أفوت بموضوعي حابب أسألك عن دار النشر اللي تملكها حضرتك. ايه تفضل تفضل. يعني في أي نشاط أدبي بالبلد؟ بقصد في مخطوطات مهمة لفتت نظرك وحابب تطبعها؟ هو نشاط فيه، بس ما بعرف شو بدي أسميه، نشاط ورقي، نشاط طباعي، ما بعرف. يعني مثلا تقدم لي الشهر الماضي أكثر من 25 مؤلف وبدهم يطبعوا كتبهم، بس كل هالمؤلفين عم يحكوا يا أما عن الريجيم، عن الطبخ، اقرأ برجك،
تداوى بالأعشاب، صلح تلفزيونك بنفسك، فسر أحلامك، أساطير وعجائب، أقاويل وغرائب، صدق أو لا تصدق، يعني من هالوزن، وكلهم دفيعها. وبدهم الورق ثقيل، جراماج عالي، أوفست وفرز ألوان متطور، وعلى الكمبيوتر. عفواً، وحضرتك بتنشرون ولا؟ لا 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 أبداً، أنا ما بنشر كتب تجارية أبداً. ما بقبل أطبع بمطبعتي إلا الكتب يلي إلها قيمة ثقافية، أدبية، فكرية، أو على الأقل الكتب الجماهيرية المفيدة للناس وما بتسخر بعقولهم، وما تبقى منعتذر عن قبوله. لذلك عم أطبع وأنشر الآن كتب تراثية وسلفية. الله وكيلك يا أستاذ هشام، ديوان جرير والفرزدق والحطيئة على سبيل المثال صرت طابعهم وناشرهم أكثر من 9 مرات، وكل معرض يقام ببلد عربي بنتع هالكتب وبركض فيهم حتى اشترك فيه. وشو السبب أستاذ؟ السبب هو إنه التجارة طغت على الأدب، يعني بينباع بالشهر كتاب كيف تنجو من عذاب أنكر ونكير أكثر ب50 مرة من كتاب جمهورية أفلاطون الفاضلة. يعني الأدب في تراجع والتجارة في ازدهار. فعلاً عصر مجنون. أصلاً مسموعات دار النشر تبعكم هي اللي خلتني اتشجع واطلب مقابلتك. أنا بالخدمة مور. مثل ما بتعرف أستاذ معاوية، أنا عندي زاوية يومية بالجريدة اسمها ماشي الحال. نعم. هو مثل ما بتعرف كمان مو كل شيء بينتشر، يعني إذا بيقبلوا لي زاوية بالمقابل بيرفضوا لي 3. بقى شو قلت لحالي؟ ليش يا ولد ما بتجمع هالزوايا المرفوضة هاي وبتسويهم كتاب وبتنشره؟ والله يا أستاذ هشام الفكرة معقولة تماما. يعني ممكن تتبنوها أستاذ؟ لأنه بصراحة أنا ما عندي السيولة اللي بتمكنني من تمويل نشر هذا الكتاب وطباعته. شوف أستاذ هشام، الفكرة من حيث المبدأ مقبولة عندي، وخاصة أني بحب أسلوب تفكيرك وسخريتك. صحيح الكتاب المحصلة ما رح يكون أثر أدبي وما رح يحمل ملامح الأدب الساخر، بس كمان الاقتراب من الواقع والإغارة على التفاصيل الصغيرة الموجودة بحياتنا ومعالجتها كمان هذا من شأنه يسعد الناس ويقربهم من الكلمة المكتوبة. أنا سعيد جدا بهذا الكلام أستاذ معاوية، هو بتمنى يجي كتابي ضمن ما سميته حضرتك كتب مفيدة للناس. وشو رح تسمي هالكتاب يا ترى؟ رح سميه غير قابل للنشر، غير صالح للنشر، ممنوع من النشر، يعني شيء من هذا القبيل. عنوان ملفت، ما في مانع أبدا. بتحب أعطيك المخطوطات حتى تطلع عليهم؟ إيه طبعا، بس إذا ما عندك مانع يا ريت تعطيني فكرة عن بعض المواضيع المطروحة. بأمرك أستاذ، بس عفوا عندك وقت حتى استرسل شوي؟ وقتي ملكك، مرتي باللادقية مع الولاد وصفيان عزابي. معناها في وقت منيح. أستاذي، أول قصة هي من خلال مشاهداتي الميدانية كصحفي، وصارت بإحدى مستشفيات. تفضل دكتور. شكراً أبو اسكندر. تريد شيء تاني دكتور؟ لا لا لا، سلامتك. ألو نعم. نعم نعم، أنا الدكتور عبد الرحيم. نعم؟ يا أهلا وسهلا ومرحبا، احترامي صاحب السعادة. خير؟ مين؟ شو الحكي؟ زوجتكم مدام انتصار؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا 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 سيدي، ما رح نتأخر أبدا. ليش منسترجي نحن؟ الله يخليك، فورا يا سيدي فورا، إن شاء الله سلامة قلبها. الله معكم سيدي، يلا 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 مولانا، مع السلامة يا سيدي، مع السلامة. ألو دكتور حسن، الله يرضى عليك، هيئ لي جناح العز للمسؤولين بسرعة. في عندي حالة إسعاف طارئ وركب فيه أحدث الأسرة، وفك النايلو عن طقومة الجلوس يلي اجونا مبارح ومدوها بالغرفة. لك لا لا، بس حرم صاحب السعادة مدام انتصار جاي لعنا بحالة إسعاف بسرعة. الله يرضى عليك، الله معك. مرحبا دكتور عبد الرحيم. أهلا دكتور بهاء، جيت بوقتك. خير شو في؟ هلا وفورا وعلى الحارك بتغير لي انابيب الاكسجين كلياتها بجناح المسؤولين، وبتفحص لي الكونديشن، وبتشوف قوه تبريده، وبتغير لي طاقم الممرضات كلهم، وبتجيب الممرضات المتخرجات الحلوات النخشات مثل انسه سميره والانسه اعتدال وسيده براءات، جيبها وبتستنفر لي غرفه العمليات كلها.
بس يا دكتور غرفة العمليات مشغولة حاليا، الدكتور أنس عم يعمل فيه عملية زايدة لواحد مريض. طالعه فورا هو والمريض تبعه، طالعه. دكتور وين بدنا نطالعه؟ كيف بده يكمل له العملية؟ شو بيعرفني؟ إن شاء الله يكمل على الأسطوح. المهم اسحبه هو ومريضه لشي غرفة تانية، فهمان؟ وبتعقم لي غرفة العمليات والمطهرات، وبتغير الشراشف والمناشف والمقصات والمشارط والمباطع كلياتها، يعني ما بدي شي مصدي، ما بدي مقص متلام أو قطن له غبرة أو زغبرة، فهمان علي شو عم بحكي؟ وبسرعة مثل ما الله خلقك، أوام؟ ليش استاذ؟ يعني في شي بده؟ ولك خلصني هلأ روح من وشي ونفذ لي اللي قلت لك عليه، ما دام انتصار حرم صاحب السعادة على الطريق لعنا بحالة إسعاف، أوام؟ طيب دكتور مثل ما تريد. رح لساتك هون، تحرك بسرعة. مرحبا دكتور، سمعنا من الدكتور حسن انه حرم صعب صعب. اخي قبل السلام والكلام، فورا بتبدل لي الممرضين والأزنة، ابتداء من البوابة اللي على الباب وموظفي الكاونتر، وانتهاء باللفايات والمنظفين. وبتشطفوا الكريدورات بالديتول والاجاكس والكلوروكس، وبتطلع لي البرادي وتعلقها بجناح العز للمسؤولين فقط. بس شلون؟ باسرع من البرقعة. لك لساتك واقف عم تحلق فيني؟ طير الطيران خلصني. وينك؟ لا تنسى تنظف الاسانسورات وترشهم بالعطر ملطف الجو. ها اوعك. امرك دكتور امرك. دكتور مطيع ولط عليك باقصى ما تستطيع، جهز لي جهاز الرنين المغناطيسي والالترا ساوند وجهاز الطبق المحوري باقصى ما تستطيع. بوت ايفريثينج ان اوردر. ولا تنسى كمان غرفة العناية المشددة، بدي اياها مثل المرايا، سواء بالأسرة ولا بالاجهزة او حتى بالبلاط، بدي كل شيء فيها يتلامع ملامعها. على عيني دكتور، بس في مرضى بحالة حساسة جدا وقاعدين تحت الاجهزة. ولك انا ومرضى هدول عم اقول لك حرم صاحب السعادة جاي بحالة اسعاف، فورا بتطلع هلا بتسحب البرابيش من دمهم وبتاخذهم لغرف عادية. خلصني اوام. بس يا دكتور. لك شو بس؟ يخرب بيتك شو بدي هدي؟ هلا انت مدير المستشفى ولا انا؟ ارفضك في الدوامة خلصني. ارفضك كمان اوام بسرعة. سلامتك مدام، سلامتك. جر لهون، جر لهون. ألف سلامة مدام. أنا عبد الرحيم، الدكتور عبد الرحيم مدير المستشفى. بإيش حاسة يا ترى مدام؟ دكتور حاسة فكاكين عم تقطع بخواصري تقطيع. سلامتك يا مدام، سلامتك. ألف سلامة إن شاء الله. معلش نزوها لهون. لا دكتور أنا بقدر إنزل. بتقدري؟ لا خايف عليك لأنه لا بقدر دكتور. طيب ساعدوها لو سمحتوا على مهلكم. بحيث رقة الله يرضى عليكم. سلامتك مدام. حطوها هون على مهلك. سلامتك. ألف سلامة إن شاء الله يا ربي. بسيطة إن شاء الله، عرضية مدام. الله يخلينا إياك. على مهلك، على مهلك. بنات ارفعوا لي رجلي على السرير. أيوة دكتور مطيع. يرضى عليك، أعطيها الإبرة المهدئة. جاهزة دكتور؟ لا 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 بالعضل مو هيك؟ لا بالعضل ما بيصير. أنت أعطيها إياها بالعضل. تكرم دكتور. أنتم جميعا إلى الوراء. دور أو بيزور الوجع. فيها العافية إن شاء الله. الله يعافيك دكتور. من إمتى حسيتي بالوجع مدى؟ من ساعتين. وين متركز الوجع أكتر شيء؟ هون على اليمين. شو السبب دكتور؟ أطمني مدام انتصار، هلأ بيبين معنا. يا ترى أنت معك رمل شيء؟ لا، هي أول مرة بيصير معي هيك شيء. لا تنوهمي مدام، كله رح يبين معنا بالتصوير. حملوها. سلامتك، ما عندك هالعافية. سلام دكتور. سلام. أنا صرت أحسن هلأ. صرتي أحسن؟ بقدر أقوم. تقدري تقومي؟ طمنيني إن شاء الله. لا والله بقدر. الحمد لله، ألف 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 الحمد لله. الله يخليك يا دكتور. حملوها. ساعدوها معك. سلامتك. الله يعافيك يا رب. شوي مدام، لا تكبري فشختك، على مهلك. ما هو على مهلك. غطيها. لا تسرع فيها كثير. Thank you.
دكتور؟ في عندك ابر مهدئه؟ في عندي دكتور، بس هدول تصنيع محلي. ولك فهم علي يا بني ادم، هدول الحرم سعادته. إيه اللي هيك بالاول، هلا بروح على المستودع طالع لك الادويه الاصليه. بسرعه هلا طويل. على عيني دكتور، لحظه وبيصلك كل شيء. شلون شايفه حالك مدام هلا؟ تحسنت شوي على الاول، الحمد لله. بس دكتور حاسه هون في شيء عم بينقف في خاطرتي لاف. ايه طبعا، لانه الوجع مدام هلا هاجع بفعل الابر والمسكنات. يا دكتور مظفر. امرك دكتور. حط لها قلط عليك بالسيروم دوتافينايل. امرك. وشلونه صاحب السعادة مدام؟ الحمد لله، الله يعينه ما عم يلحق شغله. ايه طبعا، قليل الهم اللي حامله، الله يحرسه ويخلي لنا يا الهي. انسنفين؟ امرك دكتور. كبسي لرجليها. لا لا، العفو ما في داعي. ولو هذا واجبنا مدام انتصار ولو. بصراحة، قديش شفت بحياتي مستشفيات، بس مثل عنايتكم لا شفت ولا عيني رأيت. شو عم تحكي أنت يا مدام انتصار؟ نحن هون روحنا في ذا المريض. شو طلع معي دكتور؟ هو الحقيقة طلع معك التهاب الزايدة. طيب هالشي بيروح بالمعالجة ولا بدي عملية؟ بصراحة بدك عملية، ونحن عم ننطر الأدوية تاخد مفعولة بجسمك حتى ناخدك على غرفة العمليات فورا. الكل مستنفر هنيك وعم يستنانا. دكتور تسمحوا لي اتصل بجوزي مشان حتى قلو يجي يشوفني شق علي، لانه انا لما اجتني كريزه الرمل على غفله. ولو يا مدام، ولو يا مدام، نحن كلنا بامرك وبامر صاحب السعاده. دكتور مطيع، اعطيني اللاسلكي تبعك. عقمينا يا بطني. تكرم دكتور. تفضلي مدام. يسلم. يا سلام، يا سلام على الاهتمام هذا. الله يخليك يا مدام. انا بحياتي وعمري ما شفت هيك اهتمام ولا بالاحلام. قالوا بيقولوا انه المستشفيات ما بتعتني بالمريض، ايش يشوفوا بعينه؟ اشاعات يا مدام، اشاعات، نفوس مريضه ونوايا مغرضه. على كل حال انا رح اتركك هلا كم ساعه على بين ما تصيري جاهزه للعمليه، وهالممرضات كله تحت خدمتك. بالاذن مدام، مع فاني ان شاء الله. بالاذن. خليك يا ربي. عليك العافيه مدام. سلام. لا حطي لي نوال الزغبي. ايه تكرم يا مهنا، حطي لي شريط نوال الزغبي الله يخليك. مشغول. وينك؟ اسمع، بمجرد ما يجي صاحب السعاده بتسقوه قهوه مره من على الباب، وبتخلي بنت صغيره تقدم له باقه ورد، مفهوم؟ حاضر دكتور. ولا حدا يطلب شيء باسم المستشفى اطلاقا، اطلاقا، انا بحكي وبس، مفهوم؟ مفهوم مفهوم دكتور، مفهوم. ها يمكن اجى صاحب السعاده. صاحب السعادة مدام انتصار معنا بحالة إسعاف. وصل سعادته؟ لا دكتور، حرمه يلي وصلت. مين؟ حرم سعادته؟ ايه دكتور، ليكن عم ينزلوه على النقالة. العمى العنين، لكن مين هي اللي جوا؟ فوتوه فوتوه بسرعة، بالخدمة الممتازة والعناية الفائقة، على بين ما اشوف شو القصة جوا. حاضر. أمان بسرعة، أمان. اسرعي هيك اشوف. خير دكتور، شو في؟ شو اسم حضرتك يا مدام؟ أنا اسمي انتصار. انتصار شو؟ انتصار نور الدين. شو بيشتغل شو هيك؟ معلم باطون. معلم باطون؟ باطون؟ يخرب بيتك وبيت بيتك يا عبد الفتاح. مرتو هات النقالة وش حضر هالمخلوقة لبرا فورا. قيمي هالمسخرة من ايدك، قيمي لياها. لوين مش حضر دكتور؟ شو لوين؟ عجهنم الحمراء، على الهفا، العمى على الوقاحة، عم ندللها وعم كبس لها رجليها وهي ثابتة. عجي روان خلصني، روح للحشها بأي قرنة. إذا جيتك أنا بنزل لحالي. هاتي هالموبايل من ايدك.
سلامتك يا مدام انتصار، سلامتك، ألف سلامة يا ربي، ريت الوجع على قلبي إن شاء الله. سلامة قلبك. حملوها ونقلوها لهون. لا لا بنزل لحالي. بتنزلي لحالي؟ أكيد بتقدري؟ على بعدك، شيف هيك شيف هيك شيف. سلامتك، ما عليك إلا العافية إن شاء الله. دكتور مطيع. نعم دكتور. الله يرضى عليك، أعطيه الإبرة المهدئة فورا. هيك جاهزة دكتور. لا 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 مو أنت. نيفين. شكراً دكتور. أعطيه الإبرة الله يرضى عليكي. إلى الوراء دم. بالعضل لأنه. فوري هالراديو دخيلكم انطوشت. مهنا، أطفينا الراديو. دخيلكم وين أنا؟ شو هالحكي؟ معقولة؟ ما نقصت ولا زودت حرف، هذا اللي صار وهذا اللي كتبته مشان انشره بزاويتي اليومية والرفض. طيب شو قصتك الثانية؟ أنا ما رح أعلق على هالقصص لحتى تنتهي. يا سيدي قصتي الثانية هي كالتالي. يا ناس! يا عالم! يا شرطة! دخيلكم الحقوني! طول بالك! دخيلكم الحقوني! في مجنون قافل علي الباب بده يقتلني! طول بالك! يا ناس! يا عالم! يا شرطة! مشان الله الحقوني! لحظة يا حباب! لحظة إذا بتريد! خير يا أخي شو في؟ ممكن تكلف خاطرك وتجي معي دقيقة؟ لوين يعني؟ يبدو في شخص عم يعتدي على الثاني وعم يهدده بالقتل هون المحل قريب بالحارة الثانية. شو هالحكي؟ مثل ما عم بقول لك يعني لازم تنقذوه قبل ما يقتلوا المجرم. بس انا ماني علاقة بك موضوع. شلون مالك علاقة؟ مو شرطي حضرتك؟ مبلا شرطي بس بالهجرة والجوازات. يعطيك العافية. ولك يا شرطة مشان الله انقذوني قبل ما هالمجنون يقتلني. ولك يا شرطة! ها جيت بوقتك. خير. من شاء الله تجي معي. يمكن رصيد جريمة قتل بالبيت هون اللي بالحارة هي. للأسف أنا مالي علاقة. لك شلون مالك علاقة؟ إذا شرطي ومالك علاقة، مين اللي له علاقة لكان؟ لك يا عيني أنا مش شرطة المرافقة بالوزارة، فهمت علي بقى؟ لك يا شرطة! يا حراس! لك مشان الله اطلعوا لعندي. لك طول بالك. لك يا شرطة المجنون بده يقتلني. ولك يا شرطة. ولك يا عمي ما حدا عم يرد علي. لك يا شرطة. يا حراس. صادر واقف. من شاء الله يا اخ. من شاء الله. في رجال عم يستغيث ويمكن ينقتل اذا ما لحقتوه. بتروح عليه حياته المسكينة. طيب شو تريدني اعمل لك يا حبيبي؟ يعني بدك اياني ادخل اختصاص غيري؟ لك شو تتدخل باختصاص غيرك؟ ليش انت مو شرطي؟ بلا بس انا شرطي بالبلدية وما علاقة بالمواضيع هاي كلها. لا حول ولا قوة الا بالله. مرحبا يا اخ. اهلين وسهلين. وين بتشتغل حضرتك؟ بالشعب الثاني. ليش؟ وين يعني بالشعب الثاني؟ شعبة مكافحة الجرائم. ليه؟ أخ الحمد لله. ممكن تشرف معي أخي. في شخص عم يتعرض لجريمة قتل وما في حدا ينقذه. وين؟ هون بالحارة اللي جنبنا. والله إذا بهالمنطقة بدك تعذرني يا مواطن. ليش بقى؟ لأنه هاي المنطقة مو منطقتي. وين منطقتك لكان؟ أنا مسؤول عن منطقة فيلات الأستراد. سلام عليكم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لك شو هالنار هاد؟ والله تربطت ايدي. لك يا شرطة! لك مشان الله انبح صوتي. ولك يا شرطة! معقول هذا اللي عم يصير؟ مشان الله جاوبني. انت مبين عليك رجال صاحب ضمير. لا والله مو معقول. بس شو طالع بالايد؟ على كل حال انا بعرف شلون الشرطة راح تلبيك. لك شلون مشان الله؟ لانه هذا المسكين اللي عم يصرخ ومرعوب يمكن ينقتل ونحن واقفين عم نتفرج. هيك فكرة؟ ما في غير هيك. لك يا عالم! شو هالفلتان هاد؟ شو هالتسيب؟ شو هالإهمال؟ لك يا عالم شو هالفلتان هاد؟ شو هالتسيب؟ شو هالإهمال؟ تفضل
ضل معنا استاذ فريد. لوين بدي اتفطر؟ مو شغلك هنيك بتعرف. وين هنيك؟ بالفرع. ليش حضرتك شو بتشتغل؟ انا رجل امن. لا حول ولا قوة الا بالله. طيب الرجال اللي رح ينقتل شو مصيره؟ بيقربك شي؟ لا حبيبي ما بيقربني، ما بيقربني منوب، بس من منطلق انساني التهفت له وحبيت ساعده. هلا صار بده مين يساعدك؟ شرف. لا بدك طول بالك يا عمي، لك طول بالك. شو سوينا العبها؟ هيك؟ لك مش محبين ساعد الزلمة نحنا. ولك يا شرطة يا أمن يا جنائية مشان الله الحقوني. بتعرفوا شو لازم تساوي فيه لهذا العم يجعل يسرار؟ تكتبوا له ضبط اقلاق راحه للجوار. لو قدام عينك. شو تعليقك استاذ معاويه؟ الحقيقه ما عندي تعليق، لانه يا استاذ هشام القصه ظريفه وفارضه نفسها، ودائما الادب والفن الساخر بيلجأوا للمبالغات والتجسيد والتهويل، وبيعملوا من الحبه قبه مشان لفت النظر، مثل الرسامين الكاريكاتير يعني. تماما، كلام سليم. ويا ترى بقية قصصك هيك؟ بتحب تسمع كمان استاذ؟ يا ريت. يا سيدي هي القصة صارت مع احد المليونيري. والله يا ابو جهاد انا مالي موافق على هالمشروع. ليش يا سلوى؟ لا تغلطي، المشروع مهم كتير. بجوز يكون مهم، ما بقول لك لا، بس أنا خايفة تكون تكاليفه كتيرة. يا ستي اطمني، المصاري موجودة، لا تاكلي هم أنت. إيه بس بخاف هالمشروع ما يجيب تكاليفه أو يخسر لا سمح الله. لا لا، ما في مشروع بيخسر، خاصة إذا كان مدروس. ما بعرف شو بدي أقولك، أنا مشروع حديقة الحيوانات كله على بعضه ما حبيته. ليش؟ صدقيني مرابحه خيالية. يعني أنا لما كنت بأمريكا المرة الماضية اجتمعت بالمسؤولين بحديقة ديزني لاند، استفسرت عن كل كبيرة وصغيرة، ولقيت هالمشروع إذا صار عنا بده يكسر الدنيا. خاف الدولة تسبقك وتفكر بالمشروع قبل منك. يسلموا هديات يا حبيبتي يا رولا. الله يسمك. يسلمون. الله يسمك. يا ستي الدولة خاطر ببالها هالمشروع من زمان، وما كان يشبعد راسي، فليش ما مننفذه قبل ما تنفذه هي؟ هلا انت ما لقيت تفكر غير بالحيوان، فكر بالانسان. ليش هذا المشروع مو للانسان؟ ليش فكرك انا رح ابني حديقه حيوان وحط ناس بقلب القفص وخلي الحيوانات تتفرج عليهم ولا العكس؟ يو انت الثاني. على فكره نحن في عنا حديقه حيوانات بالريف. ها نحن عنا حديقه حيوانات؟ طبعا. وين بقى؟ شو وين، عم اقول لك بالريف يا سيدي. فيها قرد وسعدان وقطه وارنب وطاووس وديك حبش كمان. اها قلتك، فليش نحن نحط مصاري على الفاضي؟ طيب هلا انا فرضا وافقتك على الفكره، مطالعه الرخصه تبع المشروع سهله ولا صعبه؟ لا والله مو بسهوله يا سلوى، فيها عذاب ما بعده عذاب. يعني حلك انت تعرفي روتين بلدنا. روتين ولا شي تاني؟ ستي من جميعه. هلا انت بتعرفه للمدير العام تبع الرخص؟ لسوء الحظ انا بعرف ناس كتير، بس هالشخص هاد بالذات ما بعرفه. يعني جديد؟ ايه جديد، وانا كنت اعرف يلي قبله. بس هداك كان راسه ناشف كتير، وهاد كمان سمعت انه راسه انشف من هداك بألف مرة. شو عرفك؟ لاني بصراحة قدمت رخصة للمشروع بدون ما قلك ورفضها. شلون هيك ما بتقلي؟ قلت لحالي خليني احط الرخصة بجيبتي، بعدين يا بنفذ المشروع يا اما بلغي. يعني اجتمعت بالمدير العام؟ لا، بعت الرخصة بالبريد. وشو اسمه المدير؟ اسمه هاني عبد الحق. لا وكل واحد عامل لي حاله شريف من اشراف مكة. طيب اذا رفض لك المشروع مرة ثانية شو رح تساوي؟ لا تخافي علي، ما رح خليه يرفضه. يعني بدك تعطيه مصاري؟ ما بعرف يا سلوى، لانه سمعت انه هالزلمه يا اما كرشه كبير يا اما انه آدمي فعلا، لانه عم يقلع الناس من عنده تقليع وما عم يوافق لحدا على اي مشروع. طيب ليكون هيك التعليمات؟ ما في تعليمات ولا بطيخ بسمير، بس هذا الزلمه ما بيقبض الا بالكبيري، اما المبالغ السخيفه فما بتعبي راسه منوب. هيك سمعت، انا لسه ما شفته. شلون بدك تشوفه؟ اخذت منه موعد بكره. طيب كيف بدك تفتحه بالموضوع اذا رفض لك المشروع؟
موضوع شو؟ ليكون قصدك موضوع الإكرامية؟ ايه ما بعرف، محتار يا سلوى، لأنه الإكرامية صار موضة ما شاء الله كان. لا والنافة إني ما بعرف مين مفتاحه حتى خليه يدبره. طيب شو الطريقة لحتى تعرف مين مفتاحه؟ ما رح استنى، رح أروح لعنده هيك دجني دجتك العافية وأنا وحظي. معناها في شي ببالك، اجوزي وبعرفك. ستي أنت دعيلي وإلك علي، إذا هاني عبد الحق وقع الرخصة إني اشتري لك مزرعة يعفور يلي شفناها اليوم واستغليناها. عم تحكي جد؟ ولك طلباتك عندي أوامر. صباح الخير أستاذ. صباح النور. وصل أبو جهاد. أبو جهاد؟ خليه يتفضل. حاضر. تفضل أستاذ. شكراً يا هانسي. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، تفضل. شكرا أستاذ. يا أهلين وسهلين. شلون الصحة؟ إن شاء الله مرتاحين. نشكر الله دائما وأبدا. هو صحيح ما صدف أني التقيت بحضرتكم، بس مسموعاتكم العطيرة هي اللي دفعتني لزيارتكم. يا أهلا وسهلا ومرحبا. الله يخليك، شرفت. شلون بتحب قهوتك؟ وسط لو سمحتي. قهوة وسط يا أنيسة. حاضر أستاذ. هو الحقيقة أنا كمان سمعت عن نشاطاتك ومشاريعك الاقتصادية الهامة يلي من شأنها تخدم البلد. الحمد لله يا سيدي، ولحسن الحظ إنه طلبي هالمرة عندك وبتمنى منك إنك تلبيه. ما منقصر إن شاء الله، على عيني. نحن بدنا خدمة يا أبو جهاد. هذا يا سيدي من مدة قريبة طلع من دائرتكم الفنية أمر بعدم الموافقة على مشروع حديقة الحيوان بوبي لاند يلي ناوي ابنيها بهالبلد. وبصراحة أنا يعني استغربت هالرفض، مع انه المشروع مستكمل لجميع المواصفات الفنيه والتقنيه وبيشمله قانون الاستثمار رقم 10 واللقمه وصلت للتم. بجوز، بس ما بتشوف معي انه هاللقمه كبيره شوي؟ لانه معلومك اللقم الكبيره بتعمل عسر هضم اذا انبلعت، يعني الشغله مو سهله مثل ما لك متصور. البركه فيك هاني بيك، يعني الشغله بايدك وبتوقيع صغير من جنابك بيمشي الحال. اسمح لي اقول لك يا ابو جهاد انك غريب الاطوار. انا غريب الاطوار؟ ليش هاني بيك؟ يعني كل مشاريعك فيها جرأة وتجاوز وطموح. اي طبعا، لانه رجل اعمال وجبان ما بيصير، والمشاريع الكبيره بدها قلب قوي والباقي على الله. طيب شو اللي خطر ببالك تبني حديقه حيوان؟ سؤال وجيه هاني بيك، وهالسؤال له عندي قصة. هات لشوف شو هي. الحقيقة أنا حبيت ابني حديقة حيوان وفاءً مني لكلب الله يعزك، وناوي سميها بوبي لاند. ما فهمت عليك، وفاءً منك لشو؟ لكلب الله يعزك. لأنه الحقيقة كان عندي كلب بالفيلا تبعي مشان أغراض الحراسة ومات، وأنا حبيت ابني له حديقة حيوان وفاء مني لشخصه وخدماته. ما قلت لك انك انت غريب الاطوار يا ابو جهاد؟ لك حدا بيبني حديقه حيوان بمئات الملايين وفاء لكلب؟ قل يا ابو جهاد، هلا انت عم تمزح ولا عم تحكي جد؟ صدقني ما عم بمزح هاني بيك، بس انت لو تعرف شو مزايا هالكلب كنت عذرتني وعطيتني الرخصه فورا. وشو مزايا هالكلب بقى؟ ها ها، اولا كان شجاع جدا وقلبه قوي، حتى انه مره صار عندي حريقه وعلق القط الصغير جوات الغرفه، فما كان من الكلب الا انه اقتحم النار ومسك القط من رقبته بسنانه وانقذه. هيك لكان. وشو كمان؟ النقطه الثانيه المهمه باخلاقه هي الوفاء. يعني مره مرضت مرضى ثقيله تماما، فالمسكين قعد قدامي ليل نهار وهو عم يخدمني ويعطيني حبوبي وادويتي بمواعيدهم. مرتي يلي هي مرتي ملت مني ومن ضعفي، بس هالكلب ما مل وما صدق امتى طبت. هلا معقوله كلب يعمل ممرض؟ الله يخليك يا ابو جهاد. مثل ما عم اقول لك، وفوق هالشي كان امين جدا. اسمع هالقصه هاني بيك،
مرة ضوعت جزداني وفي أكثر من 50,000 دولار ترافل شيك. أنا بصراحة قطعت الأمل إني لاقي الجزدان، وما شف لك إلا بوبي بعد ساعتين جايب الجزدان لنص حضني ومو ناقصين شيك واحد. ها هلا هيك عمل الكلب؟ والله اللي ما بيعرفك بيجلك يا أبو جهاد. يعني عدم مؤاخذة، أنت جاي تضيع لي وقتي وتتمسخر؟ إيش شايفني قدامك؟ لا لا أبدا أبدا، معاذ الله إني أتمسخر، أنا عم بحكي حقائق ووقائع جرت معي شخصيا. حتى إنه بوبي من كتر ما بيحب الأولاد سرق مني مرة 500 ليرة، فقلت لحالي منين متعلم هالسرقة ابن الكلب؟ يعني لو إنه فايت دواير ومؤسسات بجوز يكون اتعلم يسرق، بس بوبي ما بيخالط حدا منه. المهم مو تاري لك هالبوبي بده يشتري أكلات طيبة لأولاد الناطور. هلا لا تجنني يا أبو جهاد، الله يخليك، أنا مالي فاضي للسرسرة واللعي، عندي مشاغل فوق راسي. بس أنا يا هاني بيك ما عم اخترع القصص اختراع، عم بحكي واقع عشته وشفته وجربته. ولك يا بني آدم، معقولة كلب يعمل كل العمائل؟ البني آدم ما بيعملها؟ لا ومو بس هيك هاني بيك، في شي تاني؟ اي نعم يا سيدي، بوبي قبل ما يموت سلمني وصيته. شو سلمك؟ وصيته وصيته، سلمني الوصية تبعه. اتق الله يا رجل وحاجتك تخريف بقى، العمل نصة، شو جنيت يا أبو جهاد؟ شو هالحكي الفاضي هاد؟ صدقني ما جنيت يا هاني بيك، لساتني بعقلي. شلون بعقلك لساتك شلون؟ معقولة كلب يوصي؟ ايه هذا اللي صار، كلب وصى. وشو وصاك بقى؟ تعمل له سبيل مي على روحه ولا تفتح له سوبر ماركت العظام؟ لا مو هيك وصيته، وصاني بوبي اني ابني حديقة حيوان حتى يزوروها الأطفال ويتذكروه، لأنه هو كان معشراني كتير، يعني صديق حميم للأطفال. ها وبدك ياني بجلالة أدري وارتفاع مركزي أعمل بوصية كلب وعطيك الموافقة على رخصة البناء؟ إيشو هالكلام اللي ما بيسمع يا أبو جهاد؟ قسما بالله لولا مكانتك وموقعك بالبلد كنت ألغيت الزيارة فورا، مو ازدراء لشأنك واستخفافا بشخصك. إيه بس كمان مو معقولة تقعد تحكي شروي غروي وتضيع لي وقتي بقصص الكلاب. والله يا هاني بيك أنت حر، بدك تعطيني الرخصة أعطيني، ما بدك تعطيني أنا ما بقدر أجبرك بنوب، أنت حر. ماشي على كل حال، من جملة ما وصى بوبي وصالك بشيك قيمته 200,000 دولار، بس أنت حر يا أخي. بشو وصالي؟ ب200,000 دولار. إلي أنا؟ نعم. وبوبي ذكر اسمي بالوصية؟ إيه طبعاً، ليش جاي زورك لكان؟ مشان سلمك الشيك، بس مو مشكلة، مو مشكلة هاني بيك، أنا ما بقدر أغير قناعاتك أبداً. سلام عليكم. لا 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 لحظة لحظة يا أبو جهاد، لحظة الله يرضى عليك، تفضل تفضل ارتاح. لكن ما استوعبت منك أنا، ما عم استوعب، بدي إياك تفهمني، هات لشوف. عدلي عدلي. تفضل تفضل أبو جهاد. يا هاني بيك أنا ما بقدر أجبرك تأخذ الشيك، أنت حر التصرف طبعاً، بس مكتوب بالوصية إذا لم يقبل هذا المدير بين قوسين هاني بيك المطيليس، إذا لم يقبل هذا المبلغ فأرجو تقديمه لجمعية خيرية. على كل حال فرصة طيبة هاني بيك، وأنا سعيد جداً بالمعرفة. لحظة 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 يا أبو جهاد، عود عود لسا ما شفناك منيح، عود تفضل ارتاح. خير؟ في شيء هاني بيك؟ لا لا لا، هو بس بصراحة أنا عم فكر إنه الوصية لازم تحترم ولازم تنفذ حتى تطمئن روح صاحبها. شو قصدك هاني بيك؟ يعني أنا مضطر غصبا عني واحتراما لآداب الوصايا إني أقبل، ما في كلام. وأنا هيك عم أقول. اتفضل يا سيدي. وهي الشيك. شكرا يا أبو جهاد. أنا ما دخلني، ما أنا إلا واسطة بينك وبين بوبي. يعني إذا كان بتجوز الرحمة عليك يا سيد بوبي وغفرانك يا ربي، فرحمة الله على سائر ما خلق. معاملتك عندي يا أبو جهاد. مع الموافقة الفورية للضرورات الملحة. تفضل يا أبو جهاد.
يا سيدي كتر خيرك، وأنا اعترافا بتفهمك العميق وتعاونك رح أبدل اسم الحديقة من بوبي لاند لاسم تاني من بعد إذنك. إيه وشو رح تسميها؟ يا سيدي رح أسميها هاني لاند. يا سيدي قصة حلوة وجريئة. هو صحيح أنا بحسب حساب للرقابة كتير، بس هالمرة يا أستاذ هشام بدي أنشر هالقصص وعلى مسؤوليتي الخاصة، لأنه يا أخي أحيانا بالرقابة بزودوها شوي، ويا ما في أعمال اتحفظت عليها الرقابة ونشرتها أنا، وبعد نشرها أخذت من المسؤولين الكبار شهادات تقدير هالقد أدى وكتب ثناء. يعني عجبتك القصص أستاذ معاوية؟ أنا عجبتني طبعا الرأي للجمهور. أنت عطيني هالمخطوطات كلياتها ورح باشر لك بالطباعة إن شاء الله. بالحقيقة أنا عاجز عن الشكر. يا سيدي إن شاء الله تكون فاتحة خير. تشرب قهوة؟ إيه والله جبتها. اطلب لنا لكان. يا أيمن. وهي الكتب صارت جاهزة أستاذ هشام. الله يعطيك العافية. لو إنك توصلوا أستاذ على البيت. لا لا، رايح وزعهم على المكتبات فورا. أستاذ بدك أي مساعدة قل لي. لا لا سلامتك. الله يسلمك. سلم لي على الأستاذ وقول له بكرة الصبح بنروح لعنده. ولا يهمك، مع السلامة يا أستاذ. الله يسلمك. ميسرة. الله معك. الو، مرحبا استاذ معاوية. خير؟ ليش المطبعة مسكرة؟ شو ليش؟ تاري سلطة الرقابة اقوى من كل السلطات.